Hi there, uh, and my buddy Joe English are sending our regards. Uh, today, let's continue lecture 43. We will do a general English test for second year secondary English. So let's share the screen and do that. Okay. Um, first part is MCQ. Let's have a look. Uh, number one, we choose two uh, options out of five. Number one, everyone should learn how to first aid. الاسعافات الاوليه يعني يبقى اقول ايه بقى everyone should learn how to uh, do first aid وبرده how to perform first aid هي ديت الاختيارين المناسبين يبقى C and E are the best answer خلي بالك ان do ومايك هم متشابهين في المعنى لكن في collocations بتيجي مع do وفي collocations بتيجي مع make مثلا اقول do my homework واقدر اقول ميك ا كيك، ما ينفعش اقول ميك ماي هوم ورك ولا دو ا كيك، يبقى كل واحدة فيهم تيجي مع الكولوكيشنز او مع الكلمات اللي هي بتيجي معاها. فهنا first aid اقول do first aid. طيب يبقى إذا الإجابة الصحيحة سي اللي هي perform وإي e اللي هي do. first aid. طيب السؤال التاني: you should always behave politely with your friends. يعني يجب تتصرف أو تتعامل بلطف مع أصدقائك طيب behave is similar in meaning to behave المعنى القريب منها هي إيه أقول act إن هو برضو يتعامل مع وكمان deal يبقى act وفي deal نفس معنى قريبة جدا من معنى كلمة behave يبقى الإجابة هنا B and D طيب السؤال رقم ثلاثة بيقول لي كشري is a popular dish in Egypt يعني وجبة أو طبق مشهور في مصر. Popular is the opposite in meaning to هو عكس بقى إيه؟ عايزين عكس popular يبقى هقول unpopular اللي هي إيه؟ لاحظ إن البريفكس prefix un بيجي عشان يجيب عكس الحاجة. لو قلت popular كصفة معناها مشهور أو حاجة منتشرة يبقى عكسها unpopular غير مشهور أو غير معروف أو غير منتشر. طيب يبقى دي أول حاجة. وكمان كلمة disfavored هي برضو كلمة dis بريفكس بيجيب عكس الصفة أو الفعل لو قلت فيفرد حاجة مفضلة ديس فيفرد غير مفضلة الناس مش بتفضلها يعني يبقى إذا عكس بوبيلر عندي حاجتين unpopular وديس فيفرد يبقى الإجابة A and D طيب ننتقل للسؤال نمبر 4 بيقول لي don't worry I will give you the medicine ما تقلقش أنا هعطي لك الدواء حالا يبقى حالا ديت أقول إيه immediately اللي هي سي وبرضو at once اللي هي دي يبقى دول الإجابة الصحيحة C and D طيب السؤال number 5 بيقول لي عادل could achieve more success عادل ممكن يحقق نجاح أكتر success هنا is an antonym for عكس إيه success عكس كلمة failure طبعا اللي هو الفشل وفي كمان عندي كلمة defeat بمعنى الهزيمة يبقى احنا عايزين عكس كلمة success هي failure اللي هي A ودي اللي هي defeat لاحظ انك لازم تقرا راس السؤال او البرام كويس عشان تشوف المطلوب ايه احيانا بيبقى مطلوب العكس زي ما هو قال هنا الانتونيم او الضد واحيانا بيطلب السينونيم او المرادف في المعنى فلازم اقرا السؤال كويس عشان اشوف ايه المطلوب بالظبط طيب رقم ستة We should all people with special needs الناس ذوي الاحتياجات الخاصة المفروض نعمل معاهم ايه؟ يبقى أول حاجة نقول بي اللي هي care for يعتني بي او او يهتم لي وكمان لوك افتر اللي هي دي بمعنى يعتني بي ولاحظ ان لوك افتر معناها مختلف عن كلمه لوك لوحد لوك كفعل معناها ينظر لكن لما بيجي بعده افتر بيبقى معناها يعتني بي لوك افتر يعتني بي وبالتالي اجابه السؤال هنا اقول بي اللي هي كير فور وبرده دي اللي هي لوك افتر طيب ننتقل لسؤال نمبر 7 A car is faster than a bike يبقى هنا بيقارن بين كار وبايك وصيغه التفضيل الثانيه او اللي هي بيسموها الكومباريتيف بيبقى اخرها اي ER ار في حاله الصفات النمطيه زي فاست اهي فاستر وبعدها ذان طب هو عايز يقول ايه بقى؟ عايز يقول اسرع بكثير مثلا السياره اسرع بكثير من الدراجه يبقى كلمه بكثير ديت عندي كلمه بي اللي هي ماتش وعندي اي اللي هي الوت يبقى اقول ماتش فاستر أو a lot faster than a bike. يبقى الإجابة B and E. طيب سؤال رقم 8 بيقول لي I hope the manager will to my complaint on time. آمل آمل أن المدير هيرد على الشكوى بتاعتي في الوقت المناسب. يبقى هيرد هنا ممكن أقول respond اللي هي A respond وبيجي بعدها حرف الجر 2 وممكن أقول D اللي هي reply وبرضه بيجي بعدها حرف الجر 2. يبقى عندي respond to أو reply to يبقى الإجابة A and D طيب ننتقل للسؤال number 9 بيقول لي still you have enough time <applause> thank god still you have enough time you hurry يعني عايز أقول إيه أنت لسه عندك وقت كافي ها يبقى أنت مش محتاج أن أنت تسرع يعني يبقى you needn't hurry طالما أنت مش محتاج حاجة أو حاجة غير ضرورية يبقى you needn't لما اقول يو نيد سامثينج يعني انت محتاج تعمل كذا انما ما اقول يو نيدنت هاري معناها لست محتاج الى اه ان انت تسرع يعني يبقى اي e الاجابه الصحيحه طب ممكن نقول ايه كمان ها يبقى اقول برضو يو dont have to worry ليس عليك او مش واجب عليك انك تسرع يعني براحتك لسه عندنا وقت كافي يبقى عندنا سي واي e الاجابه الصحيحه يا يعني اما اقول dont have to hurry أو إما أقول نيدنت هاي طيب السؤال رقم 10 وائل travel to أسوان by ship to enjoy the views along the way يعني وائل عايز يقول سافر لأسوان أو قرر يسافر لأسوان بالسفينة عشان يستمتع بالمناظر يبقى أول حاجة ممكن أقول وائل decided to تمام وائل decided to uh, travel عشان إيه to uh, enjoy the, the views along the way قرر يسافر أسوان بالسفينة عشان يستمتع بالايه؟ آه بالمناظر آه اللي هي على الطريق يعني. تمام؟ ممكن أقول كمان while is going to travel to أسوان by ship عشان ايه؟ to enjoy the views uh, along the way. يبقى الإجابة الصحيحة هنا B and D. طيب ننتقل بقى لنوع تاني من الأسئلة اللي هو عايز خيار واحد آآ آآ من الأربع خيارات الموجودة. نقرأ أول جملة I read a wonderful article that suggests technical to future food problems يبقى technical إيه بقى؟ عايز أقول قريت مقالة رائعة اللي هي بتقترح عايز أقول حلول تقنية لموضوع أو لمشاكل الغذاء في المستقبل. يبقى طالما كلمة حلول يبقى أقول solutions، technical solutions يبقى بي الإجابة الصحيحة. ما ينفعش أقول (Objections) اعتراضات، ولا (Disappearance) اختفاء، ولا (Disturbance) يعني حاجة فيها مضايقة ولا غيره، فإذا بي B solutions هي الإجابة الصحيحة، يبقى (Solutions تو فيوتشر فود Problems) يعني حلول لمشكلة أو مشكلات الطعام في المستقبل. طيب، نمبر 12 يبقى بي الإجابة الصحيحة. 12: Experts recommend doubling food to face the increasing population. الخبراء بيرجحوا ان احنا عايز اقول ايه دبلنج يعني آه نخليها دبل او يعني نزيد الضعف من الطعام انتاج الطعام يعني آه عشان نواجه زياده سكانيه يبقى انتاج الطعام هنا فود ايه برودكشن بالظبط كده يبقى سي برودكشن الاجابه الصحيحه طب احنا ليه قلنا زياده الطعام عشان آه مقابلها زياده السكان عشان نقدر نكفي الزياده السكانيه يبقى فود برودكشن سي انتاج الطعام طبعا انفكشن ما تنفعش معناها اصابه او consumption يعني الاستهلاك وريدكشن تخفيض الطعام طبعا كل ده مش ملائم للمعنى الملائم للمعنى سي اللي هي برودكشن طيب ننتقل للسؤال نمبر 13 بيقول لي you should have healthy food to your immune system يجب انك تتناول طعام صحي عشان عايز يقول يعني ان انت تعزز من جهازك المناعي يبقى هنا يعزز من بمعنى Uh, support. هنا بوست معناه يتفاخر بيه مش معناها بوست في كلمه ثانيه اللي هي بي او او هي دي اللي يعزز انما كلمه بوست الموجوده دي معناها يتفاخر بيه فاذا الاجابات دي كلها مش مش ملائمه الملائم هي سبورت دي بمعنى سبورت يور اميون سيستم تساند او تدعم الجهاز المناعي طيب نمبر uh, 14 if you have pain you must consult your doctor immediately لو انت مثلا بتعاني من الم في حاجه يجب ان انت تستشير طبيبك فورا يبقى عايز اقول ايه if you have chest pain لو عندك الم في الصدر يبقى سي هي الاجابه الصحيحه يجب انك تستشير الطبيب فورا to make sure you have no problem with your heart. عشان تتاكد ان ما عندكش مشكله في القلب يبقى chest هي الملائم لان chest هو اللي في مكان الهارت تمام يبقى سي الإجابة الصحيحة طيب ننتقل لسؤال 15 بيقول لي sadly although the emergency services took him to hospital عبد الوهاب did not بالرغم ان خدمات الطوارئ اخذوه للمستشفى عبد الوهاب did not survive يبقى بي الاجابه الصحيحه did not survive يعني لم ينجو او لم يعيش خلاص هو توفي يعني يبقى عبد الوهاب did not survive بي الإجابة الصحيحة. طبعاً deprive يعني يحرم من وأرايف يعني يصل ودرايف كل ده مش ملائم الملائم بي اللي هو did not survive لأن إحنا عرفنا منين although although بالرغم من أو على الرغم من إن الطوارئ أخذوه إلى المستشفى لكن إن هو ما قدرش يعني لم يعيش يعني he did not survive. طيب نمبر 16 Your heart about 380 liters of blood through your body every hour. يعني عايز أقول إن القلب بيضخ 380 لتر من الدم حول الجسم يبقى بمب كلمة بمب هنا bumps طبعا عشان الفاعل مفرد معناها يضخ كذا يعني 380 لتر من الدم يبقى الإجابة A bumps الإجابة الصحيحة وكلمه بامب معناها ضخ وايضا تيجي بمعنى مضخه يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب 17 if a child decides to up in new sport send them to visit a doctor to check their heart first يعني عايز اقول لو الابناء او ابنك او طفل يعني قرر ان هو يلعب رياضه معينه يبقى لازم تاخده للدكتور يكشف على القلب الاول يبقى if a child decides to take up a new sport، take up a new sport يعني قرر يلعب لعبه معينه او ايه يمارس لعبه معينه، فهنا كلمه تيك اب هي الاجابه الصحيحه، ولاحظ ان هي حاجه اصطلاحيه، take up a new sport يعني يبدا في ممارسه لعبه معينه ويجعلها الرياضه المفضله لديه، يبقى هنا take up a new sport، يبقى ايه الاجابه الصحيحه. طيب uh, number 18 my father is very sick he is going to an operation today okay أبي uh, مريض جدا he is going to uh, he is going to have an operation today يعني هو هي, هي, هيجري جراحة معناها هي, يعني طبيب هيقوم بإجراء الجراحة له okay يبقى إذن uh, have ان operation ما اقدرش اقول perform ولا اي حاجه ثانيه لان مش معناها ان هو اللي هيقوم بال بالعمليه لكن هو اللي هيجرى له العمليه يبقى اقول he is going to have an operation يبقى سي الاجابه الصحيحه طيب 19 employees should be rewarded or promoted يبقى عايز اقول الموظفين الكفء يعني او الاكفاء يبقى اقول efficient كلمه efficient بي هي الصفه الصحيحه هنا sufficient يعني كافي وordinary يعني عادي وprimary أولي كل ده مش ملائم efficient بي هي الإجابة الصحيحة والمعنى إن الموظفين الأكفاء سوف يتم rewarded إن هم مكافأتهم أو ترقيتهم promoted كلمة rewarded يعني يتم مكافأتهم promoted يعني يتم ترقيتهم يبقى بي الإجابة الصحيحة طيب 20 what do you want to buy sir يبقى ايه What else do you want to buy sir ماذا ايضا تريد ان تشتري يبقى دي الاجابه الصحيحه what else do you want to buy sir دي الاجابه الصحيحه طيب 21 all wish to win medals يبقى ايه all athletes هو بيتكلم على كل الرياضيين يبقى عايز ناون بمعنى رياضي شخص رياضي يبقى athletes كل الرياضيين wish to win medals بالإجابة الاجابه الصحيحه طب نشوف السؤال 22 A disease is any disease that affects a very small percentage of the population. يبقى ايه يبقى؟ A disease a هو المرض اللي هو ايه بيؤثر على نسبة بسيطة جدا من الناس يبقى rare disease. يبقى طالما ان هي نسبة يعني بسيطة من الناس يبقى rare. A rare disease يعني المرض النادر ما بيبقاش common ما هوش يعني شائع. يبقى C الإجابة. الصحيح عرفنا منين اللي هو small percentage of the people اللي هو بيأثر في عدد أو نسبة بسيطة من الناس طيب نشوف السؤال 23 بيقول ليبيا lies to the of Egypt ليبيا بتقع ايه بالنسبة لمصر غرب مصر يبقى أقول to the west of Egypt يبقى أقول to the west of Egypt D ما أقدرش أقول western لأن جاي بعدها of يبقى أقول west of D طيب السؤال 24: I have a or an headache it is not tolerable يعني عندي عايز اقول صداع صعب جدا it's not tolerable يعني لا يمكن تحمله يبقى اذا severe طالما انا لا يمكن تحمله يبقى severe اللي هي C I have a severe headache بمعنى صداع شديد يعني طيب السؤال 25: my uncle is a brilliant surgeon يعني عمي او خالي هو جراح uh, ممتاز he usually emergency operations successfully هو بقى بيقوم بالعمليات يبقى he performs a يبقى he usually performs emergency operations بيقوم بعمليات طارئه بنجاح يبقى perform هي الاجابه الصحيحه a طيب 26 you can uh, avoid with covid 19 as long as you follow safety rules and avoid crowded places يبقى يو كان افويد ايه انت ممكن تتجنب عايز اقول الاصابه ب يبقى infection with you can avoid infection with دي الإجابة الصحيحة طبعا بقية الحاجات مش مناسبة protection حماية affection حب انجكشن uh, يعني زي حقنة أو يحقن حاجة يعني طبية بيحقن حاجة يبقى infection هي معناها العدوى بي أو الإصابة بيه يبقى دي الاجابه الصحيحه طيب 27 to encourage teamwork عشان تساعد التيم وورك او العمل الجماعي ايه اللي بيحصل بقى the teacher students into groups to urge them to cooperate يعني عايز اقول هو قسم الطلبه لمجموعات يبقى هي uh, divided students into groups يبقى بي الاجابه الصحيحه طيب نشوف السؤال 28 still the people in SIWA insist on wearing their clothes as their grandfathers used to. عايز أقول الناس في سيوة ما زالت تصر إن هي تلبس ملابسها التقليدية في الحالة دي أقول traditional cloth as their grandfathers زي أجدادهم ما كانوا بيلبسوا يبقى traditional هنا معناه تقليدي يبقى سي الإجابة الصحيحة. طيب نشوف السؤال 29 بيقول we mustn't Damage to the environment يبقى we mustn't uh, we must we mustn't cause damage to the environment يبقى ما ينفعش نسبب الدمار او نسبب في الدمار للبيئه. We should not cause يبقى ايه الاجابه الصحيحه. طيب number 30. اوكي. Okay. Uh, هنا make مش هتبقى صحيحه المفروض اقول do damage. مش make damage، فهنا الصح إن أنا أقول cause وليس make، يبقى هنا cause damage to يعني يسبب دمارًا فيه. يبقى إيه الإجابة الصحيحة؟ طيب 30، some people use chemicals to stains from cloth. عايز أقول بيستخدموا كيماويات عشان يزيلوا البقع من الملابس يبقى to remove، remove اللي هو يزيل بالإجابة الصحيحة. طيب نشوف سؤال 31. My friend was by a young man who uh, pretended to be a sales representative ah uh, you عايز اقول صديقي uh, خدع عن طريق واحد بيدعي ان هو مندوب للمبيعات يبقى خدع هنا مبنية للمجهول was deceived اللي هي دي deceived التصريف الثالث من deceive وجا بعد verb to be عشان ديت uh, passive في الماضي يبقى was deceived by دي الاجابه الصحيحه طيب نشوف سؤال 32 بيقول the club members usually get when they have serious issues to discuss يبقى اعضاء النادي بيبقى usually get a when they have serious issues to discuss يبقى get together يعني بيتجمعوا لما يكون عندهم مواضيع مهمه للمناقشه يبقى زي ما قلنا get together معناها يلتقي معناها meet يبقى سي الاجابه الصحيحه طيب سؤال 33 بيقول It is a valuable gold watch يعني هي ساعة ذهبية قيمتها كبيرة يعني It a lot of money يبقى It ايه بقى ها It preserves ولا well, uh, receives لا هنا It deserves هي تق... يعني uh, Deserves a lot of money معناها تستحق أموال كثيرة أو مالا كثيرا يعني يبقى ايه الإجابة الصحيحة It deserves طيب سؤال 34 بيقول لي You work harder to improve your score Otherwise you will get low marks يبقى ايه بقى You must work harder انت آه يجب ان انت تعمل بجد اكتر عشان تحسن من السكور بتاعك يبقى must هنا الاجابة الصحيحة You must طيب آه اللي هي دي طيب سؤال 35 What is Dish in Egypt؟ what is dish in egypt يعني عايز اقول هو اكتر وجبه في مصر فيها توابل يبقى what is the spiciest dish in egypt يبقى spiciest يبقى a الاجابه الصحيحه دي صيغه التفضيل الثالثه اللي بيسموها سوبرلاتيف بضيف إس تي للصفه واجيب قبلها ذا يبقى what is the spiciest dish in egypt a الاجابه الصحيحه طب 36 بيقول لي I think our national football team the match. I think our national football team will win the match. يبقى سي الإجابة الصحيحة. ده رأي شخصي مش مبني على يعني أقول دلائل وحاجات ففي الحالة دي أقول will بشكل عام يعني. طيب 37 in a week's time I buy the beach. in a week's time يعني في خلال أسبوع أقول بقى إيه؟ I will be relaxing by the beach. هكون آه, أنا آه, على الشاطئ مستمتع، يعني ده أستخدم فيها المستقبل المستمر اللي هو will زائد بي زائد فعل مضاف له ing أو جيرند يعني. فهنا بي الإجابة الصحيحة. طيب، number 38، I the room because my mother uh, had already done it. I found it clean and well kept. أه انا عايز اقول انا مش محتاج أه يعني أه انظف الغرفه لان والدتي ظبطتها أه او نظفتها يعني تمام او رتبتها يبقى I needn't clean the room الاولانيه دي لست بحاجه لتنظيف الغرفه I needn't clean the room يبقى A الاجابه الصحيحه طيب 39 بيقول I take a taxi because I was about to miss the first lecture. Ah, uh, I had to أنا توجب علي أن اخد تاكسي عشان كان هيفوتني المحاضرة الأولى يبقى I had to اخترناها في الماضي عشان وجود إيه؟ I was about to miss كنت على وشك أن يفوتني المحاضرة الأولى طالما دي في الماضي I was يبقى هنا أجيب I had to في الماضي يبقى إيه الإجابة الصحيحة شوف السؤال بعد كده 40 بيقول uh, I miss you so much مفتقدك You come and have lunch with me يعني you must come and have lunch with me. أنا مفتقدك جدا لازم تيجي وتاخد معايا الغد. هنا must مش معناها إلزام بمعنى إجبار ولكن معناها زي ما قلنا قبل كده strong invitation. strong invitation. أوكي؟ أه نكتفي بهذا القدر المرة دي يا جماعة وإن شاء الله نكمل الجزء القادم المرة الجاية. نصيحتي للطلاب والطالبات زي ما قلت do not leave out any question محدش يسيب اي سؤال حتى لو في سؤال انت مش عارفه try to guess the meaning آه, لان لو انت الجس بتاعك صحيح هيبقى مش هتفقد الدرجه لكن لو سبت سؤال وما جاوبتش فيه خالص يبقى انت هتفقد الدرجه بتاعت السؤال لو في اي اسئله اكتبوا في التعليقات وان شاء الله I see you in the next one thank you